انه نسوي التحدي والخسران بيصبغ شعره اشقر. انا هون مع سنوبي ستايل وقررنا نعمل تحدي، تحدي الضحك. منعبي تمنا مي، منواجه بعض ومنشوف مين بيضحك. اللي بيخسر رح يصبغ شعره اشقر. انت جاهز؟ انا جاهز. طبعا مش انا اللي اقترحت التحدي، تقول والله ناجي انت راح تصبغ صبحي شعره اشقر. هو اللي ستايل على الاقل محمد، يعني على الاقل يعني اسمي. المهم اقترح انه نسوي التحدي والخسران بيصبغ شعره اشقر. مدير، في عندك صبغه؟ صبغ شعر، صبغ شعر اشقر. اشقر انا هذا سوي اشقر هنا، هذه سوي اشقر مو انا اعرف. هذا اسود، هذا بلاك، في يلو براون بلاك، بس بلاك براون بلاك بلوند، في بلوند. انت عقب ما بيتغير لون شعرك. انا مش مشكله، شو بدك فيه؟ انا ما راح اخسر. بتخسر انت اللي بتخسر، صدقني بتخسر، مو بان اللي بخسر. هذا نفر يبي يسوي كلر، هاي يبي يسوي تشالنج. إذا في خسران هذا يسوي كلام، أنت خسران، أنت بتسوي كلام. جميع قولنا أكا أكا شباب، حصلنا حصلنا عنوان وأشكال شباب، حصلنا هاي الصبغة الحين نجربها. إذا أنت متردد ولا لا؟ نص نص، يعني أنا مو متردد بس هو ما بايعها هيال، يعني إذا خسر بيصبغها. بس انا اذا خسرت هو شوف اللون اللي عنده اوكي، هو اشقر اوريدي. زين، فانت شنو بيكون مصيرك؟ يعني انا بصير اشقر؟ لا مو اشقر، بني. طب انت تعرفون ناجي ما يحب يتحرك، يعني يا اخي انسان دب، يعني دب ما يحب يتحرك. بس انا بغاوي، هو حتى لو انا خسرت وصبغت انا ما علي مقابل. حتى لو ما خسر بحط له في الشامبو، بدال شو اسمه الشامبو بحط له صبغ بعد. مو اشقر، بحط له ازرق، بنفسجي، اي لون ثاني بخليه يصيح. الحين هو بيشوف طبعا هالكلام وبياخذ الحيطه، بس هو مفهي في يومين ينسى، يعني ما منا فايده، وخلانا نمشي دغبا. زين، اخر كلام حق شو يسمون المتابعين، يعني عطهم قبل لا يروح شعرك. يعني ما اقول الا واحنا ملح. هلا والله شباب، بدنا نعمل هلا التحدي انا وسنوبي. تمام، انا عم بتفرج على شاشه وهو عم بيتفرج على شاشة. جد يعني. يلا بدأ التحدي. دب واحد. واحد. شباب، ما بدي اصبغ شعري انا. لا خلص، ممنوع الضحك، ممنوع الضحك. قلت لكم هالدب يخسر قبلي. خل بوزك متروس حمود، بوز متروس، بس هو قاعد يضحك وسبحني ترى. انت بنصبغ يا حبيبي، يعني بنصبغ بنصبغ، يعني ما راح اصبغ انا، ما راح اصبغ. يلا انزل. 1-0. اوكي، 1-0 اللي بعده. من الواحد انت؟ دقيقه لا اي. واحد لا خمسة. اوكي الخمسة. يلا
اللي بعده يلا. لا طلع من ساعة انا ضحكت مع رحمي ما يصح عادي. ليه طشر اول؟ انت طلعت المي اول وانا طلعت بعدك ما في مشكلة. طلع غشاش شباب. عم بطلع الم... طلعوا تيشيرت. كيف صار؟ انت طلع بنطلون حبيبي. انا شلون برجع البيت انا؟ كم صار؟ 3-1 للخمسة. ها ما يصير حم الطشرة. الغلط هو قاعد اسوي. تنحسب علي يلا. لا ما يصير لانه طشر. المفروض ما يصير. لحن 3-2 شاب. ما يصير حبيبي. عيال موافق. انت شكو حكم اطق كف حن حمود. اذا طلعت مي خلاص. اوكي يلا لا تطلع كلش. نبلت بابي. قول هاي مو باثنين. هاي اثنين. اخر مرة خلاص.
اوكي شباب انتهى الموضوع. زي ما حكيت لكم نادي القاق سفاح جدا، ما راح اخسر. هيو مرحبا. من بعد يا اخي انت ما تضحك، انت انت ما احتسبناهم. ما علي ما علي اكيد ما علي. ذبحني ذبحني اخر واحد ذبحني. تعال 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 البيت 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 باي البيت باي البيت باي. دقيقه دقيقه بس بروح مني. خلينا بعد الفوز ايش رايك؟ والله شعور حلو، شعور حلو جدا. بقول الحمد لله انا فايز على مدعيد. الحمد لله رب العالمين. تصبغ شعرك اللون بجنن، اللون بغري. اللون الاول اللون الجديد جايب. زبط له اياه زبط له اياه. جاهز؟ من اول من اول ما انولد جاهز. عندك المفتاح نصيبك في السياره. شو نصيبك في السياره؟ طيب بدك المفتاح يعني؟ لا انت شنو سفاح انت؟ تذبحني يا قاعد تسوي الجديد. بنبسطك انت مبسوط عمار؟ اكيد مبسوط. لا تصورني. اقول لك احط الصبغ في بوزك. تقريبا ساعة ونص ساعة، إذا تبي يضبط عدل ساعة ونص. خسران خسران. شنو ما تبغى كذي؟ اوه ريحته خايسة على فكرة. اوف فنه خايسة. الحين تخيل بيت ناجي صج باعش عندك. ممكن يطروك من البيت؟ أكيد بيطردوني. بتحداك تصبغ حواجبه. لا ما يصير على الحواجب. باكر وهاي جامع الله يغلب البليسكم قاعد يحرقني. والله عم بتغير هون عم بصير على بني. اي خله خله خليه يطيح كل شعري ان شاء الله. الله يسبق. باكر شعري ما خلصت لسه. والله باكر شعري قاعد اصير حلو. احنا اسوي له شيء. لا المفروض تعشيني انا اجي باكر. ليش عشيك؟ انت تحصل سبسكرايبر من وراي. شو دخل انت بتحصل بنات؟ اي بنات انت شو شعر هاي لونين؟ لا بالعكس كثير حلو والله. جدا والله يا شباب الحمد لله. انا يعني كنت هيك هالقد وراح اخسر. الحين ساعة اقعد. كم لازم يقعد هلا؟ ساعة او ساعة وربع. لا لو حمودة بنت شو بيكون اسمه؟ ساجدة. ساجد عبيد. لازم نتركها لمدة 10 دقائق. احنا خلينا شو اسمه 10 دقائق لا لتفتح لها. زي ما بدك ساجدة. نص ساعة يعني. طب حط له كمان طبقة. للتأكيد والله. اقعد اقعد حمود. لا 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 ما يسوى. احمل القفاز عشان تغسل شعرك. يما إذا بطالعين هالفيديو آسف. استنى شوي خليني أساعدك بالشطافة. بحصل لحق جنازتي. مو جديد مو جديد. شوف عيني. أنا صدق ما أصبر. شكله عن جد عن جد خراب.